سؤال: إذا كان تجسد الله لخلاص وفداء آدم الذي أخطأ، فلماذا لم يتجسد الله فور سقوط آدم؟ لو تجسد بعد سقوط آدم مباشرة مش هيتفهم الموضوع أبدا، ولا هتتعرف قصة الفداء ولا غيره. ده كان لابد من تمهيد عقول الناس لكي يعرفوا ما هو الفداء، وكيف أنه موت نفس عوضا عن نفس، نفس بريئة عوضا عن نفس خاطئة. ودي أخذت فترة طويلة على بال ما الناس يعرفوا يعني ايه فكرة الذبيحة، يعني ايه فكرة الفداء، يعني ايه فكرة التجسد، بنبوات واشارات كثيرة ورموز لغاية لما يتمهد العقل البشري. ده ربنا اراد حتى قبل التجسد ان يبعت يوحنا المعمدان علشان يمهد النفوس، فلو بعد خطية ادم على طول هيمهد نفوس ازاي؟ كمان كان محتاج ينتظر لغاية لما تيجي إنسانة طاهرة قديسة زي العذراء يتجسد منها. في أمور كثيرة تمهيدية كانت لازمة: شرح فكرة الفداء، النبوات، الرموز، الذبائح، انتظار الإنسانة التي يتجسد منها إلى آخره. كمان فور سقوط آدم عبارة، يعني كلمة فور يعني عبارة ما تخشش الدماغ أبدا. يعني فور سقوط آدم هيتجسد من مين؟ من مين يعني؟ ما كانش فيه إلا الستات ولا الرجال ساعتها. كان لابد من أعمال تمهيدية كثيرة على بال ما يوصل لذلك.